أنا عن وجهات النظر الفنية خليني أخذك لواقع يمكن شهيرة جدا أثناء وجودك في الملاعب كلاعب، والواقع دي يمكن كانت واقعة إصابة، آسف إن أنا برجعك ليها، لكن بالتأكيد فيها دروس كتير مستفادة. الإصابة دي أنت تعرضت لها يمكن وصفت بأنها الإصابة الأعنف أو الأبشع في تاريخ، وكنت بتلعب في ألمانيا بيلفيلد أو جيرماني بيلفيلد تقريبا في التوقيت ده، وتعرضت لإصابة صعبة جدا، ورغم كده قدرت إنك أنت ترجع الملاعب في زمن قياسي بعد اصابتك او بعد تعرضك لاصابه اعتقد في خلال 17 يوم. ايه اللي تفتكره عن الواقعه دي وازاي قدرت ترجع بشكل سريع كده؟ صحيح فعلا من 17 18 عام كانت اصابه فعلا قويه، كان هناك كاميرا تصور وأظهرت الإصابة للعالم كله، وأوروبا كانت بكل تأكيد كرة القدم والتصوير وقتها والإعلام كان مختلف تماما، ليس كما هو الحال الآن في إظهار هذا الشكل. فعلا كان لدي حظ سيء في هذه الفترة بسبب هذه الإصابة، كانت إصابة قوية أثرت علي فعلا بشكل تأكيد وأثرت على مشواري في بعض الأحيان، ولكن هذه طبيعة كرة القدم، قد يتعرض اللاعب لإصابات قد تعيقه بعض الشيء بكل تأكيد، ولكن يختلف الوقت والقوانين والكاميرا والإعلام. إيفان لينين بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي، وقبل ما أختم اسمح لي أسألك يعني برضو هحط في صيغة المقارنة، بس إيه أفضل كتاب أو إيه أهم كتاب أنت قريته من المكتبة ومن الكتب اللي موجودة في المكتبة اللي في خلفيتك على طول وفي في ظهرك على طول؟ سؤال جميل. أفضل كتاب هنا في كتب كثيرة عن كرة القدم عن التاريخ، الأهم بالنسبة لي هو عودة الناس إلى قراءة الكتب. للأسف في بعد كبير لم يقرأ الناس كما كان الحال. أنا أعتقد هذا مهم للبشرية بالتحديد، عودة الناس لقراءة الكتب، هذا ما يهمني وهذا ما هو هذا هو الأهم، وهذه هي رسالتي عبر هذه الصورة لكل البشرية.